بناء على طلبكم في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على أهم المصطلحات والتعبيرات اللي بتستخدم بشكل يومي في أي مجتمع بيتحدث الإنجليزية، وانتوا أصريتوا انكم تسموا السلسلة ديت مواقف شائعة. لا مش مواقف شائعة، بتهيألي جمل شائعة أو تعبيرات شائعة بالإنجليزية، ودي أول حلقة فيها. تاني ده بناء على طلبكم، لو حبيتوا الحلقة شير اند لايك. يلا بينا. أول تعبير معانا لما تحب تقول لحد بالإنجليش شكرا على اهتمامك أو شكرا على سؤالك، بنقول thanks for your concern، thanks for your concern، أو thanks for asking. في حاجة بس اسمها thanks for interest، بس دي مش صح قوي، ما تقولهاش يعني. thanks for your concern أو thanks for asking، شكرا على اهتمامك أو شكرا على سؤالك. تاني تعبير معانا النهاردة وبيحصل بشكل يومي لما تحب تقول أنا مزنوق في كذا أو أنا محاصر في كذا، زي لما تقول مثلا I'm stuck in أو at traffic، يعني أنا مزنوق في المواصلات، أنا متأخر، أنا آسف، I'm sorry, I'm late، بس السبب I'm stuck in traffic، I'm stuck in traffic. لما تحب تقول بقى بتطمن على حد بالإنجليش check up on someone، عاوز تقول لي مثلا حد بتقول له I just check up on you، أنا بس بتطمن عليك، I just check up on you. التعبير اللي بعد كده وهتسمعه كتير جدا لو انت عايش في دولة بتتحدث الانجليزية you owe me، انت مدين لي، انت بقى you owe me a favor، انت مدين لي بجميلة، you owe me a thousand، انت مدين لي بألفاية بفلوس، you owe me money، you owe me، you owe me. التعبير اللي بعد كده لما تحب تقول انك خايف من حاجة او خايف من شخص I'm afraid of، ودي اغلبنا ممكن يبقى عارفها، لكن اللي ممكن ما تبقاش عارفها I'm afraid for، لو غيرت of before بتبقى انت خايف على، فلما تقول لواحد I'm afraid of you يعني انا خايف منك، لكن لما تقول له I'm afraid for you يعني انا خايف عليك. I'm afraid of، I'm afraid for. I'm about to يعني انا على وشك، I'm about to، زي ما اقولك مثلا انا على وشك ان اخلص الفيديو، I'm about to finish the video. I'm about to finish the video. Okay. By the way، معناها بالمناسبة. يعني مثلا انت بتتكلم في موضوع فجأة عاوز تغير، فمثلا تقول له مثلا ايه، بتكلم صاحبك وبتقول له يلا ناكل، وبعدين بعد كده بتقول له ايه by the way I can't come with you، يعني مش عارف اجي معاك. By the way، by the way، بالمناسبة. بعد كده I assure you بتقولها لما تحب تقول لحد انا بطمنك او بأكد لك ان في كذا 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 هيحصل، I assure you، I assure you، I assure you I will return the money by tomorrow، انا أكد لك ان انا هرجع لك الفلوس بكرة، I assure you I will return the money by tomorrow. اخر بقى ثلاث تعبيرات معانا النهاردة، ثلاث تعبيرات مرتبطة بالوقت. اول تعبير معانا لما تحب تقول ان ساعتك مأخرة مش هتسمعها غير هنا، your watch is 10 minutes slow، ساعتك مأخرة. طب لو ساعتك مقدمة مثلا 10 دقايق، your watch is 10 minutes fast، يبقى بنحط slow لو هي مأخرة وfast لو هي مقدمة. we time flies يعني الوقت بيجري بسرعة، مفيش حاجة اسمها time run بقى والكلام دوت، هو time flies يعني الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة أو الوقت بيجري. دي كانت أشهر التعبيرات اللي موجودة بشكل يومي، في تعبيرات كتير جدا، لو أنت عاوز نكمل في السلسلة ديت please share and like، بنحاول نختار جمل كده عشوائية بس بتحصل بشكل يومي عشان تتعلم إنجليزي من غير grammar أو من غير قواعد، كل اللي بتعمله إنك بتحفظ الجمل الشائعة دي وتحاول تقولها في موقف مشابه. Thank you and wish you all the best.